اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، واخر فقره من فقرات صباح الرياضيه كل سبت معنا كواليس اللاعبين مع كاتيا حطر. كيفك كاتيا؟ تمام، انت كيفك؟ شو اخبارك اليوم؟ تمام، منوره شاشه بعد نورك يا اسود باسود اسود ملبقين اليوم. شو عنا اليوم؟ كثير اشياء. اوكي، هلا اليوم ابرز فقراتنا رح تكون عن مواهب اللاعبين خلف الكواليس. في مواهب خفيه صح؟ حلو. اوكي، رح نبلش اول شيء باحمد زريق المحترف اللبناني ولاعب نادي الوحدات. سالناه بفيديو خاص اذا زار اماكن بالاردن، اكل المنسف ولا لسه، ومين اكثر لاعب مقرب له بنادي الوحدات. نشوف الفيديو. يلا. اكيد في عده مناطق بالاردن سياحيه بتجذب العالم لها. انا من الفتره اللي جيت فيها على الاردن زرت عده مناطق سياحيه، نزلت على جرش، على المدرج الروماني، رحت على البحر الميت. يعني كنت بعرف انا انه اماكن حلوه، بس لما زرتهم اكتشفت انه فيهم طبيعه حلوه وفيهم مناظر حلوه وبتجذب الشخص انه دائما يزورهم. وبخلال هالفتره اكيد انا اكلت المنسف الاردني، ما تفاجأت، دائما بسمع انه بكون طيب، بس وقت اللي جربت المنسف كان زاكي كثير. يعني انا بقوله طيب، بالاردن بقوله زاكي. واكثر شيء حبيته بالاردن على صعيد اكل، لانه انا بحب دائما الاكل، يعني الكنافه طيبه. يمكن هذه من الشغلات اللي دائما انا يوم بعد يوم باكلها بالاردن. وانا على صعيد نادي الوحدات، انا بعرف انه نادي الوحدات نادي كبير، على صعيد لاعبين وجهاز فني والقاعده الجماهيريه الكبيره. ومن خلال الفتره اللي فت فيها انا هذا النادي تاكدت انا انه في فوارق كبيره بين نادي الوحدات وباقي الانديه بالاردن، وان شاء الله بكتشف لقدام امور مثل ما شفتها حلوه ومنيحه، بكتشف امور اكثر. وبتعرف انت يعني انا مع كثير ناس صحبه بالفريق، جو الفريق جو عائله بخلي الواحد يرتاح فيه، بس دائما بكون في مقربين اي لاعب بفوت. يعني انا كوني يعني قريب من احمد طنوس، من دياره، من عبد العزيز، ممكن هادي ثلاث اشخاص اللي اكثر شيء قريب منهم. بنروح بنظهر، بيكون في ظهرات سهرات سوا. وان شاء الله الايام اللي جاي بكتشف زملاء زياده وناس محبين كثار. حلو كثير عم بيظهر معهم. بس انا اللي بدي احكي اول شيء كل الشكر لنصر برقاوي، صحيح، ساعدنا بهذا الفيديو وايضا بفيديو البيكاسو رأفت علي، فكل الشكر لك نصر برقاوي. دائما متعاون مع البرنامج نصر برقاوي، عن جد خلص حصتنا صار نصر. بس في قلتي لي كاتيا انه راتب صالح ما مشى الموضوع على خير. صالح راتب، صالح راتب لازم يخلي لمساته موجوده بالفيديوهات، فنشوف شو عمل بفيديو احمد زريق. يلا. صعب على الطرفين، احنا كنا عارفين انه هالمباراه جزئيات ممكن تقبر قلبي، ممكن احنا نقدر نخلص. الاثبات مهم. تقبر قلبي، حلو كثير، تحياتنا كثير كبيره لك له. تحياتنا له. اوكي، هلا شو عندنا؟ صورتين جنب بعض، بهاء عبد الرحمن مع يزن ثلجي. بتتذكري لما حكينا عن شراره لاعب نادي الرمثا انه عنده جانب ثاني وموهبه الغناء؟ بمسك المايكات وين ما راح. بالضبط، عندك مذيعين المستقبل. يلا اوف. نشوف الفيديو. كابتن ابراهيم، شو بتحكي عن المباراة خاصة افتقدنا الجمهور في هذه المباراة مع أشقائنا نادي الفيصل؟ أول شيء أخوي يعطيك العافية، ما قصرنا، الحمد لله رب العالمين، فوز حلو كثير، مبارك لنا ولجماهيرنا. طبعا بدون جمهور الكلاسيكو طبعا مش حلو، كان من جمهورنا، جمهور الوحدات جمهور الفيصلي. طبعا معنا الكابتن أكرم زوي. طبعا الكابتن أكرم أنا صاحي من النوم هسه، يمكن الأسئلة شوي عليك صعبة. كابتن أكرم أول شيء يعطيك العافية على مباراة امبارح. الفريق نصر حسين ذا يعني قدم مباراة كثير كويسة، بس كنا احنا الأفضل. شو انطباعك عن هاي المباراة؟ والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثلاث نقاط مهمة عززنا فيهن حظوظنا، إن شاء الله المباراة الجاية نزيد ونعز حظوظنا أكثر في الترشح. زي ما تعرف كانت مباراة صعبة.
جل تحياتنا للمذيعين. هلا احنا شوي نقلد اللاعبين، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم الفوز مستحق وما الى ذلك، هاي الطريقه تاعتهم. لكن بدي احكي شغله، بها عبد الرحمن اليوم اخذ اول مطعوم لكوفيد 19، يا رب بالسلامه وان شاء الله يكون خفيف لطيف. السلامة. اما الثلجي ف يعني المفروض انه مثله الاعلى يكون لاعب كاتيا، يكون لاعب كرة قدم. أنا طبعا عم بحكي بما أنه هو لاعب كرة قدم، إلا أنه مثله الأعلى هو روجر فدر، من 12 سنة بيشجعه، بيحب التنس من روجر فدر، وبيحكي لي حتى الهدوء اللي هو هذا الإنسان فيه كمثل أعلى، عمره 40 سنة لسه بيعطي ولسه بالقائمة الأولى، ومصر على دائما أنه يكون من الأسامي الأولى. فهذا الشيء بنشوفه حتى على شخصية، بجزء قد ما متأثر فيه يزن، أنه ما عمرنا شفناه معصب بالملعب، دائما هادي ورايق ومركز بالطابة. صح. حتى شوفي من الحب الصورة على التيشيرت. على التيشيرت الصورة وين ما راح دائما، حتى بالواتساب حاطت صورته كمان. حلو. من وجه تحياتنا ليزن طبعا. أكيد. هلا رح نروح للاعبة الجميلة، لاعبة المنتخب الوطني ونادي الفحيص لكرة السلة، روبي حبش. حلو. روبي حبش عم تشتهر بفيديوهاتها على التيك توك، عم بيكونوا بجننوا. آخر فيديوهين كانوا عن الفيصلي والوحدات، خلينا نشوفهم مع بعض. يلا. الملعب كله أزرق، الأردن يلبس أزرق، الملعب كله أزرق. يا عيني على الفيصلي وعلى الوحدات. بالزبط. كتير انشهر على فكرة فيديو الفيصلي والوحدات، ورتبتي معها شيلة. صح. مو بس هيك، هي حبت تعطي كلمة لصباح الرياضية وعلى ميوزك البرنامج تعمل لنا فيديو، خلينا نشوف. نشوف سوا. جمهور صباح الرياضية، يسعد صباحكم. بحب أتوجه بالشكر للتلفزيون الأردني وللقائمين على برنامج صباح الرياضية، على البرنامج الحلو، وعلى اهتمامهم بالرياضة واهتمامهم فيه شخصياً والدعم الدائم، وشكراً كثير. حبيت حبيت. صح. يعطيها ألف عافية على التتر. حلو كتير، حبيت كتير. طبعاً رح ينورونا هي وزوجها السكاكيني يوم الأربعاء إن شاء الله بفقرة خاصة. ممتاز. طبعاً جوزها هو لاعب المنتخب الفلسطيني. صحيح. كرة السلة أيضاً. بالزبط. فإن شاء الله حيكونوا ضيوفنا باستوديو صباح الرياضية إن شاء الله. هلأ نروح لمين؟ إبراهيم الخب. إبراهيم الخب لاعب النادي الفيصلي. أوكي. خلينا نشوف إيش كان منزل ستوري قبل كم من يوم على الإنستغرام. أول إشي طلعي قبل ما نروح على الفيديو، مبين إنه بحب البلاي ستيشن، مبين إدمان ببجي. مبين إدمان. بدي أعطيكي هلا الدليل على الموضوع. يلا نروح على الدليل. بالمرصاد كاتيا كنتي. شفتي؟ اخذتي الستوري على طول. شفتي؟ لا وبرضه مو بس هيك، اتحدى لاعبين، اوكي، اكثر من لاعب، خلينا نشوف مين فاز على الثاني بالاول. يلا. بشهادتهم. يلا. يا اخوان كابتن ابراهيم ما غلاش ولا حدا من شره، بس شهد الكل. ايوه مين شباب؟ بعترف بالخساره من الكوتش ابراهيم، بس بهدف نظيف يعني، واول مره بلعب فيفا، بس شهادة لله، ابراهيم لعيب. روح عليها يا اخوان، ابراهيم فاز علي بالفيفا، بس بدي ابارك بالبيس. لا يا حاج انت بس العب من البيس، بدي اتحدى انت. شو تحدى هذيك؟ انت من والله انه ابراهيم الخب فاز علي. ايوه وحويطه. أيوة. باي باي. سائد ومحمود والشجران، يعني كلياتهم تحياتنا كثير كبيره لهم، بس انا كمان بشوفهم على ببجي.
بس مبين كمان معلم فيفا مش بس ببجي. معلم فيفا اه بالضبط. يعطيهم الف عافيه. وبتعرفي حلو يكون في عندهم هيك جانب شوي بيسلي عقلهم، لانه صح. التمارين مرهقه وتعب بالملعب، فحلو انهم يسلوا وقتهم كمان بشيء صحيح يفضي البال عن جد. نروح هلا للخبر اللي بعده. عدي القرب بدنا نحكي له هابي بيرث داي والعمر الطويل يا رب. كل عام وهو بألف خير. عدي القرة لاعب طبعا نادي الفيصلي والآن بالدوري العماني، وأخذ الكاس 9 و10 مثل ما نشر على صفحة إنستغرام الخاصة فيه. بنقول له كل عام وهو بألف خير أبو خضر، ونشوف هذا الفيديو. ده حلو الاجواء العائليه الكوزي صح، والله يخلي له اولاده يا ربي ومدامته وان شاء الله هيك سنه خير عليه وعلى الكل يا رب. اوكي هلا نروح لسالم العجليين. سالم العجليين لاعب المنتخب ولاعب النادي الفيصلي، بدنا نبارك له بمولوده الجديد. طبعا هو ما كان يعرف عن هذا الموضوع، كان معسكر بدبي وقتها واجته مفاجاه الخبر. صحيح، الف مبروك المولود الجديد كوتش سالم، ويتربى بعزك يا رب. وحلو المفاجآت الجميله، يعني صح. ببدايه وصوله على معسكر المنتخب بدبي وصلوا الخبر. وايضا في عندنا محمد مصطفى لاعب نادي صح. السلط الرائع والجميل ايضا اجت له كنزي، فبنقول له الف مبروك المولود الجديده. يتربى بعزه يا رب. وبنرجع وبنحكي انه بالشفاء العاجل للاعلامي الكبير محمد المعيدي، ان شاء الله شده وبتزول وانت اقوى من الكورونا. صحيح. الختام عند مين اليوم؟ عند مين؟ عندك. بنلقاكم يوم الاربعاء. باي باي.